فهل تدركون أن شعرة واحدة من رؤوسكم تكفي لتقلب مشاعر الحب إلى كره؟ لا كاش الجنون، احنا جنون. هذا تذبحوا عند راسي. السحر لا يملك لي نفسي شيء. يرقي للناس بالدراهم ما تشوف قابة. لازم راقي تدي تريك الفوتة أو تاع العرق. أدري أقارب ما توعدون. قل هو الله أحد إلا أبو الصمد. يقولون أن البحر أنسب مكان لممارسة طقوس السحر والشعوذة، فهل تعلمون أنه يكفي لساحر أو مشعوذ معرفة اسمك واسم والدتك حتى يصنع لك حرزا يلفه داخل جلد الضبع ويضيف له إبرة وخيط أسود ويعلقه على شجرة؟ للضبع حكاية وللإبرة قصة وللسحر طقوس، فما هو السحر ومن هو الساحر ومتى تبطل الرقية مفعول السحرة؟ هل عالم الجن والأرواح الشريرة حقيقة يمكن أن تقلب حياتنا إلى جحيم؟ هذه الأسئلة يجيب عنها اليوم برنامج الشروق تحقق، معكم فضيلة مختاري، ابقوا معنا. كان صعبا علينا تقفي آثار السحرة والمشعوذين. وجهتنا الأولى برج البحر بالعاصمة، منزل يقع بالقرب من شاطئ البحر. وصلنا المكان وكان أول بيت نقترب منه. تحدثنا ابنة الشوافة أن والدتها تابت، لكنها تكشف في النهاية من ورث المهنة. قبل أن تضرب لنا موعدا لكشف الزيارة. تركنا المكان وعدنا من حيث أتينا، غير أن نظرات أبناء الحي كانت تتبع أثارنا، وبعضهم كان يردد على مسامعنا عودوا مرة أخرى للزيارة. عادة ما يستعمل السحر الرصاص، حيث يوضع في إناء لغرض تذويبه ثم يرمى في قدر بها ماء باردة، وتنظر الشوافة في الرصاص وتقرأ إذا ما كان المصاب به سحرا، ثم ترمي الشموع والجاوي، ثم يرمى الرصاص في البحر. السحر لا يملك لنفسه شيئا. عندما يدخل في الجن هذا بترفع بسبحان في القرآن، ما يكفرش حتى ما يعطيلوش الحكمة هذه حتى يكفر بربي سبحانه. وحينما يكفر بربي سبحانه، ربي سبحانه ينحيله كل ذرة إيمان في قلبه، يقول لي القلب تاعو كحل. وعندما يكون قلبه كحل يقول لي الدنيا يشوفها ظلمة، ويقول لي يشوف الإيمان ظلمة ويشوف الكفر كذا يشوفه نور، ويقول لي آذي الناس كامل، يقول لي الرحمة في قلبه ما كانش، يقول لي ولاده يآذيهم. وجهتنا الثانية كانت العجوز سعدية، امرأة معروفة بمعالجتها للعديد من الأمراض. دخلنا المكان على أنني امرأة عاقر وأبحث عن العلاج، ففوجئت بعدد كبير من النسوة. تبادلنا الحديث مع إحدى المريضات. كانت طبيبة، وكانت طبيبة على ولات تقطع دلقة هكذا. لات ولات بعدها جاء دوري وقرعت الباب ودخلت المكان. وأي مكان، عقاقير في كل أرجاء الغرفة، قدر سوداء اللون بداخلها حناء،
نادت على كنتها زينب وطلبت منها أن تمنحني رقم هاتف سحار مشعوذ. روح يعطيها النمره. هذا تاع الشيء تاع الراجل وهذا ديالي. هذا ديالي انت فوتي روحي عندها لك بعد روحي عند السيد هذا ليك ماذا روحي عندها. وكنت قد تاخرت على موعد الخروج حيث اتفقت مع المصور والسائق انه في حاله عدم خروجي بعد ربع ساعه عليهم ان يطرقوا الباب. بعد خروجنا من منزل سعدية قررنا أن نجري مكالمة هاتفية للمشعوذ الدجال لمعرفة عنوان منزله. ألو مساء الخير، أنا اللي هدرت معك قبيل. برك راني دخلت بومرداس، قل لي وين بلاصة. راني في الدخلة تاع بومرداس. كي نحرق الجامع تاع بومرداس. طريق تجلابين. قل لي ما قلتليش دراهم وشحال باش نشوف شحال نجيب معايا. جيبي ميتين ألف. وتأكدنا أنه بحوزتنا المبلغ الكافي للمشعوذ الدجال ونسجنا له سيناريو مفبركا على أنني متزوجة. وفيما كنا نبحث عن بيته حاول الجيران تغيير مسارنا عدة مرات. إلى أن دلتنا بعض النسوة عن بيته. وصلنا المكان فيلا ضخمة بها مرآب كبير يطل علينا الدجال من السيارة ويسألنا إذا كنا نحن من نبحث عنه. منظره كان رهيبا ذو عينين جاحظتين. بول حاج عندي 3 سنين زواج مع راجلي وما عنديش دراري. خلينا من هذه تاع ما عنديش دراري. سي بورصا لا فرحي كي ما عندكش. انا الرصه تاعهم دراري هذول اللي راكي تهضري اللي عليهم انت. انا عندي سبعة حتى واحد ما على بالو بيا. لا واش ندير كون ما عنديش راني نتكل على روحي فيها. دوكا راجلي هيدور لي بيه مرا. هذو الايامات الاخرين عندي واحد دو موا دائما دواس على معاه، دائما بروبليم، دائما مشاكل، دائما كذا دائما كذا. حتى وليد عمتي قال لي شفتو انت معاه؟ لا شفتو معاه ياكل معاه. اليوم بعد كي تبعتو وتحط الطوموبيل بعد ما كي تلقيت تجيب لي زيرفون. وهذا اللي راه عندها راجلها ولا؟ ماشي متزوجه. ماشي متزوجه نعرفها، كانت تخدم عنده. واش عنده؟ عندو اجونس ايموبيليير وانا حفافه. أيه. وكانت تخدم عنده مقبل وداوسنا على جالها. أيه. باسكو لقيتها بعثت له ميساج راك عارف ميساج في البورطال تاعو. قلت له كيفاش كذا. قال لي ما كان بيناتنا والو وكذا وانت راكي تشكي وانت يا كذا وانت يا كذا داوسنا. هذه راهي ندير له بالشهور ولا كيشوفني يشوف ما على باش وشنو. قولي حاجه واحده دوك راجلك يجي للدار ولا ما يجيش؟ ما يتعشى معايا، ما ياكل معايا. كي نحدد له حوايج يقول لي ما حددتيهمش. شغل ندير له العشاء يقول لي العشاء جا مالح، ساعة جا مستو، ساعة. تعرفي اسمها اسميمة؟ اه نعرف اسمها واسميمة. بعيدة عليك ولا قريبة؟ ما نعرفهاش وين تسكن. أنا على بالي بلي كانت تخدم عنده. المهم هو يبات في الدار. هو الحاج يبات بصح ما ماشي كيما يدخل على 12 تاع الليل ولي بروبليم معاه والمشاكل و... بصح الا بغى يدخل على الوحده ياك المهم يبات في الدار. يبات ايه راه يدير له في السحور هذه ينسى كيف ينسى الهما والدنيا ما بقالهاش كيفاه. انا حبيت حاجه خي جيت عيطت لك وبعثوني لك. حبيت هذه المراه ما تزيدش تدور لي براجلي. قولي كون ندير لك حاجه قديتو كليها
حاجه نوكلها له. لا لا يتقهوى. ايه مالك راه حاجه سهله. واش دير لي باغ اكزومبل نوكل له؟ باسكو انا راجلي مشكاك. الا بغى جاني المراه اكثر منه، المراه شاطره اكثر من الراجل. كنا وكلي له حاجه وندير لك حجاب ديري له داخل الوساده، تقدري؟ حجاب داخل الوساده تاعه؟ ايه تقدري، باش ما يزيدش حجزه فيها. تقدري ولا ما تقدريش؟ ما يزيدش كاع يشوفها. اوه كيف ندير؟ انا حبيت هي ندير لها الحاج باش هي تبعد على راجلي. ويا كديري لها وين تلقايها؟ ونلقاها. مش مهبوله، ديري اللي راه معاك في الدار، هذاك هو الصح اللي شايل لي. خلاص. ما يهدرش معاها وتجي لي يتفلى على وجهها، واش بقى؟ خلاص. خلاص دير لي حاجه مالا ماكله. خاطر اللي شعره وكي رقيتيه وعلى ما كان والو. ما كان والو، رقيته ما كان والو. في الليل الرقية تاعك. باهي الجاية. شارك يضري بالرقية ياك؟ رحت رقيت، رقيت له ليه في الماء. وخي بظلي ترقي الليل مع النهار ولا حاجه ما تسع. شكون اللي بعثك ليا مليكه؟ مليكه تاع السعاد. واش قالت لك؟ قالت لي صحيح. قولي تقدري توكليها له؟ نقدر نوكلها له. والحجاب تقدري ديري له في الوساده؟ ساعه يجي ساعه ما يجيش. كنت أحاول أن أتجنب أخذ أي شيء من عنده. ما ديروا له حاجة كي أحاول أخذ يا أختي تحبي والليل. يا خلاص. أنا ندير لك حجاب تدير له ديري رجلك في الوشادة وندير لك ورقة دو بها ديريها له في المكلة باش ما تجيش خضار في جدة وبلاد. شوف يا رجلك راه دور راه مقبول. راكي تسمعي؟ دوك نزور لك ونقول لك. راجلك راه مقبوض انا نكتب لك بصح زيدي روحي نحيلو بزوج بلاوات بيض. كيفاه نحيلو بزوج بلاوات بيض؟ انت سي محمد منين بلادك؟ الجزائر. وانت يا بنت العاصمه؟ انا بنت الجزائر. ايه. تعرفي منين شلي؟ قبيليه انت؟ قبيليه. ما استمرت. وين بلادك؟ بجايه. بجايه صح. تعرفي منين شلي؟ هاي الحمام. هاي الحمام نعرفها. ألور غدوة بكري أنا تلقيني تما، وإلا حبيتي تردي راجلك الصباح الستة كوني هنا عندي ونجي صاحبي بالطوموبيل حنا سابقين نتوما تبعو حتى لعندك الدار وني نحوال. أنا نديك البلاص عندهم تسع قرون يبيعو التريكو تاعو حوايجو مجا ولا تريكو حاجة محوايجو وتشوفي واش خرج في راجلك لاشي راجلك ولا عشي هاي عشي إلا خديتي رايي إلا ما بغيتش تاخذي رايي دبري راسك. عادة ما يستعين السحرة بعرق المراد سحره. جيبي تريكوت بو تاعو تاع العرق. تريكوت بو تاع العرق. لمعرفة ماهية السحر اتجهنا إلى إمام مسجد العربي تبسي. قد بين للناس هذه الحقيقة، فذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم السحر في آيات كثيرة، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وما يستخلص من مما جاء في القرآن والسنة أن السحر في حقيقته التي لا خلاف فيها هي علاقة يعني فاسدة باطلة بين الإنسان والشيطان وأوليائه. وقد عبر الله سبحانه وتعالى عمن يفعل هذا بأنه لا خلاق له وأنه يضر نفسه، قال الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقال سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الآفة: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الشرك بالله والسحر. وأجمع العلماء علماء الأمة الإسلامية على أن للسحر حقيقة وأن له تأثيرا في نفس المسحور. إليكم حكاية رمزي وكيف استطاعت امرأة أحبت أن تأسره إلى جانبها. تعرفت بوحدة كانت تخدم عندنا، أنا ذاك الوقت كنت نخدم في لينا فورويت. لينا فورويت هذه يخدموا معنا الأجانب. كانت تخدم عندنا كوم انفان دو ميناج. وهذه قلت لك كيفاش وليت نكسر معها، كنت نعاونها نعطي لها بالك ما تلحقش على الماكلة بالك صوالية. واحد النهار عرضتني عندها الدار، لانيفرسار تاع بنتها عرضتني عندها الدار. هي إيه ما
هي الاصل تاعها لوريجين تاعها مروكيه وكانت متربيه في مغنيه. ما عرفتها قعدت معها مده عامين تقريبا عامين. قلت لك هي لوريجين تاعها مروكيه. قالوا راحت قالت لك هي تحكي لك على همها. قالت لك انا هذا الهم وصلني للصحراء كانت تخدم فون دو ميناج داوها عيبه تخدم تما. هذيك الليله تعشيت نورمال كنت انسان عادي نعيط لدارنا نشوف اخبارهم يشوفوا اخباري نكسر مع يما مع بابا نكسر معهم كامل. مر هذيك الليله تاع العشاء هذيك تبدلت الحياه. كي فهمتني في باري وش معناتها تبدلت حياتي تبدلت. بديت نحس باللي الحياة تاعي وراها ماشي بزاف واحد 15 20 يوم. تعرفي اختي نصارحك صراحة وليت شغل عبيد عند واحد. انا نقول لك عند واحد انا راني نحكي لك على اللقاء تاع المرأة هذه تسمى تولي عبيد الدار. وليت ما نعيط لهمش ما نسال على حتى واحد نريح إيزولي وحدي. أنا ما كنتش نعرف صدقيني بالله يا أختي غير وليت نكرههم. وحبابي حبابي حبابي الدم كانوا كل حاجة نتقاسموها كل حاجة نتقاسموها ما كي نصحوني نكرههم. أنا معلوم ما لباليش حتى تغير كيفاش تغيرت الأمور هذه. عشت هكذا مدة عام ونص صدقيني بالله نجي حابط كي يعطوني تيتر كونجي ولا نجي حابط نركب من ورقلة نلحق التوغورت نعاود نولي. السحر كثر بزاف كثر وأثر على الناس بزاف. الناس راه تعاني درجة ما تتوقعش خاصة هنا في الجزائر. للسحر طقوس غريبة منها ما هو مرعب ومخيف على غرار استعمال جلود الحيوانات مثل جلد الضبع وجلد الثعبان وجلود القطط والكلاب. وبين طقوس تصل حد الخوف كاستعمال ماء الميت أو الصابون الذي غسل به. فشاهدوا معنا كيف كان الدخول لقاعة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا أسهل من الدخول لأي مكان آخر. وبين ما هو أكثر رعباً على غرار استعمال أشلاين من جثة ميت والعبث بها. وفي غدر شفن قين داي سيغس داق غدر شفن وادي غصو السيغميتير. للسحرة محلات خاصة يبيعون فيها عقاقير السحر أكثر زبائنهم من النساء. كان علينا البحث عن دجال يبيع عقاقير السحر فكانت وجهتنا المقبلة ساحة الشهداء وبالضبط شارع زنقة العرايس. دجال يوهم النساء ببيع الحظ السعيد وبيع الحب والولاء والسعادة. عندك تاتا هيا سلام شحال دير سلام نشوفها شوف يا ورامي والله بيني وبين راجلي صباطا شغل مناس مداوسين عندكش دراري؟ ما عنديش دراري. شحال لك المزوجة؟ ثلاث سنين مرفدتش؟ نو صافي نعطوك الدراري باش تربيو باش نروحو. لا لا انا حبيت شغل حاجة باش يولي للدار وكدا. خلاص كيفاش تاي هو اسمه سيد علي ليندا غدوة هكذا وغير غدوة ثلاث ايام توشى عليها. عاودلي ما فهمتش. ثلاث ايام توشى عليها اليوم وغدوة وغير غدوة. اها وهذه علاش؟ وهذه باش يجي. اوكي ماش معايا يا اه هذا مكان هذا مكان شحال هكذا؟ 20 هذه تبخري بها لا 3 ايام
وشنو هذا اللي البخر بيعه؟ هذا الزعزع بيعه. زعزع؟ اه. وعادة ما يقدم السحر مع رمي السحر قربانا لما يسمونهم بملاكهم أو ملوك الجن. أعلمنا أحد الصيادين عن شاطئ العيون، وهو شاطئ بقلب العاصمة. عادة ما يرمي فيه السحرة والمشعوذون السحر. قل لي خويا، قلت لي وين يرمي السحور؟ العيون. هذا شوافات ولا وش؟ شوافات ولا ينحوش سحور وهذا مسحور. وش هي الحكاية زعما البحر ينحي السحر ولا وشنو؟ يقولوا من زمان زمان يقولوا بلي البحر ينحي السحور، هاكم يقولوا وربي يعلم. فاتجهنا إلى هناك. عندنا هنا العيون هنا وين كانوا يديروا زعما شغل الشعوذة، طرق تاع الشعوذة. كانت واحد العجوزة بكري هنا يحكيوا عليها، كانت تجي لهنا العيون، كانت تذبح الدجاج وترميه وتصيد لي كراب، هذوك يصيدوا لي كراب اللي جانا هذوك يصيدوا لها، وتواسي بهم السحور باش تقول الشعوذة. هذه هي وجهتنا الآن. كانت بوسمعين غرب العاصمة مشعوذة تعرف باسم شوافة الأثرياء. قادنا إليها أحد المتعاملين معها، قرر توجيهنا إليها شرط دفع مبلغ معين من المال له، وهو عادة ما يصطاد لها الزبائن الأثرياء. ونجية واحدة من شوافات الطبقة الراقية، تملك سيارة رباعية الدفع وتعيش في فيلا فاخرة. سبحها على قلبي، سبح خطرات ولا سعاد خديجة؟ وحدك مع الزوج؟ مع رجل مصطفى. يما هلجية. وضربات تاع درية شي تاع حاجة واحد اخرين يحكمك صطر في كشك صغيرة. حتى انتي تعودي زواج، انتي تولدي قبل درت لها الدواء منا ولدتها. زوج ملايين ماشي حاجة، زوج ملايين فيها دراري. يا حسرة اخ عليك. للسحر ايضا انواع. دخل بقوة سحر الافارقة التراب الجزائري، واصبح الافارقة بدورهم يحترفون السحر والشعوذة تحت غطاء بيع مواد بسيطة. هذيك في طروف الدا بحرة هذه. أه؟ بحرة ما جدي أول يوم قدوة بعد قدوة أر واحدة أربعة هترة كل أربعة أيام. أيوة. ها وين نشربها ولا نديرها؟ لا بحرة جدي بخر بها الدار. أيوة. لا أنا بس في الدار تجيب زورة بخر قدامي بخر يجيب على جلدي اللي راجي حتى مرد يشوفها الله يحبه على وجهه ما خليش يشوفها. إيه إن شاء الله فانبراء ولا راجل حي الناس يحبوني. سلمني رقم هاتفه مؤكدا لي أنه سيقوم بإعداد حرز إفريقي. قررنا أن ننتقل إلى المكان، فكان شارع القصبة مأوى له ومأوى للعديد من الأفارقة. بصح دوكا قواو، هذوك اليامات كانوا يخافوا، بصح دوكا راهم قواو وراهم دايرين الجزائر شغل كاش يقول وطن عبور عبور باش يجوزوا لأوروبا. يديروا القريقري يديروا طرافيك صح، القريقري تاعهم يخدموا الخدمه بيناتهم كدا. يا ودي كان يغلطوا الشباب اللي ما يعرفوش، كان عباد ما يعرفوش، يقول لهم يا ودي الاورو الاورو نحولوه لكم ونزيدوا لكم دراهم ومنا. كيف فهمتني اختي؟ نزيدوا لكم دراهم فيه وهي ما كان والو. كثرت الشعوذه في بلادنا، فما هي عقوبتها في القانون الجزائري؟ القانون الجزائري يعاقب المشعوذين في حاله واحده بحال الشعوذه وهي مخالفه تبقى المدة 456 بقانون عقوبات. في واحد الباب يسموه القسم يعني المخالفات المتعلقه بالاشخاص، يعني المدة 456 تقول يعاقب بغرامه من 6000 الى 12000 دينار، ويجوز ان يعاقب ايضا
بالحبس لمده 5 أيام على الاكثر. كل من اتخذ منط العرفه إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعدون. يظهر الرقاة كطوق نجاة للمسحورين. قل إن أدري أقرب ما تعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وجهتنا الآن برتوتة بالعاصمة. كان في انتظارنا أحد الرقاة الشرعيين. تفضل. لازم راقي. وكي يقرأ آية الكرسي وقل والله قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق ويحصن نفسه بالأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تخف السحر يخف. ما كي ياكلوا ولا حاجه ولا يتخطاه ولا حاجه يخاف ما ياذيش بزاف ويزيد كيروح الراقيه بربي فيه. اما باش ما يتحصن وما ياذيش كامل هذه ما كاش منها. لازم اي كل اذيه النبي عليه الصلاه والسلام سحره اذاه السحر وحسه في الجسم تاعو عياه وكلش وشنو باش يشرعنا. السحر كثر بزاف كثر واثر على الناس بزاف والناس راه تعاني درجه ما تتوقعش خاصه هنا في الجزائر. يطرق أحد المرضى الباب طالبا للشفاء. شيخ بس لنا شوية الحاج جيت لك باش ندير رقية إن شاء الله بس كي عندي راسي وعندي كرشي وما نش نقول مليح. عندك راسك يستر عليك؟ يستر علي راسي. كرشة؟ كرشية ما نقولش مليح. وماكلك التاول ضيق عليك؟ شوية. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يجب أن يعلم الناس أنه ليس في دين الله سبحانه وتعالى وفي شريعتنا يعني وظيفة اسمه وظيفة راقي. كان معروفا عند الناس في الجاهلية الراقي هو الطبيب كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا بلغت التراقية حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق يعني الناس إذا رأوا الشخص مريضا يطلبون له راقيا وهو الطبيب. ولم يكن معروفا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم شخص يعني يتفرغ ليله ونهاره لرقية الناس ولأجل هذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحصن أنفسنا وأن يحصن الناس أولاده وأهله بالأذكار النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن إذا دخل الإنسان البيت أن يقول بسم الله وإذا خرج منه أن يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يهدينا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الكاليتوس وجهتنا المقبلة. أخبرونا عن راق تمكن طيلة مدة عمل زادت عن 20 عاما من علاج حالات مختلفة من السحر والمس والعين. ونحن في محله وجدناه يرقي لأحد مرضاه. بالليل من الشيطان الرجيم. بالله من الشيطان الرجيم.
خيرها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبلي من الشيطان الرجيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم للأخ رشيد وصفات ضد السحر. هي الطرق السليمة التي اخترتها النبي صلى الله عليه وسلم بينها أنها جعلنا بعض الخلطات يعني بعض الخلائط من الأعشاب بينها يعني السدر والسنة يعني نستعمل السنة والسدر بمقادير يعني مقادير هذه المقادير نحن نحددها يعني على حسب كمية العسل على حسب كمية العسل نخلط السنة والسدر والعسل الحر مع زيت الحبة البركة وقد أتت هذه الخلطة بفوائد كبيرة 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 لا تحصى ولا تعد. يتردد على الأخ رشيد في محله عدد من المرضى. كثر ما عرفناش شكون اللي دار السحر في الباب ونوافل في الباب تاع برا. هذا السحر قيسور ولا كيفاش على شكل واش؟ لقينا كتابات ولقينا كومشات تاع شعر لقيتهم في البيبان متواقع لقيناهم مدة وبعدك بدينا نرقيو مع الأخ الأخ عبد الرشيد جينا المنزل يرقي وزيد يرقينا هنا ثاني توك العائلة يرقي لي مع يرقي لي أنا كنت مأثر 100%. احكي لنا حكايتك أنت كيفاش كنت كنت كي نجي داخل الدار نحس الدار بنواط هو نواط كي نجي داخل الدار نحس دارنا نحسها ثقيلة نحسها ماشي دارنا كيفاش ماشي داركم يعني تحسوا روحك مغموم احكي لي هذه بحال كنكون في اختناق نقلق نكون برا نكون مليح انا جيت داخل الدار النورمال. عادة ما يرقي الأخ رشيد لمرضاه بالماء. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك النغاس إله النغاس من شر الوسواس القنغاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنغاس. هذا القرار يقدر يستعمل الإنسان في الرقية بالنسبة يعني الاغتسال للشرب إلى ذلك أنت يقدر حتى يدير بها الاستفراغ أثناء إذا كان أمر تاع السحر لأنه القرآن يعني الكلام اللي تذكر فيها هو القرآن وهو كلام الله وذكرنا فيها الآيات خاصة بالسحر خاصة بالعين إلى ذلك والشفاء من عند المولى عز وجل فهو الشافي. يتحدث عن أصعب الحالات التي عالجها بالرقية. ربما على كل حال رحت لها للبيت لجأت لها للبيت مجرد أني دخلت للبيت المرأة بدأت بالتثاؤب وبدأت كما يقولوا بدأت تعيط ويعني
رفعت الصوت تاعها وبدات ترفع في يديها ولا ذلك، اصابها نوع من الصائله الى ذلك. بقيت لها، لقيت لها في هذيك الدقيقه نشفى لها، لقيت لها في الماء، لقيت لها تشرب، بدات تتخبط، طاحت في الارض، اصابها الصاع. شدها الزوج تاعها، جاء الاخ تاع الزوج تاعها كذلك نزل شدها، شدوها مليح، بدينا نقيو لها لك ريحه بالماء والاخر، نقيو فيها ونقراو لها في القران، بدينا نرمو لها الماء في عينيها ونرمو لها الماء في فمها على كل حال، حتى ننطق هذاك الجن اللي فيها. قالنا انا يهودي الاصل، سمينا الاسم تاعو تما، قالنا الاسم تاعو العالم الا تسمى شفيت انايا احمد العالم، وان كان الاسم يعني منافي للاعتقاد، لانه يعني احمد يعتبر نبي على كل حال، وهو قال احمد انا سمى شفيت الحاله اللي مر بها. من بعد بدينا مع الرقيه مع الرقيه مع الرقيه، قالنا انا مسلم مانيش يهودي. تسمى في الاول شغل كذبنا، كي شفنا الاسم ماهوش مخالف للاعتقاد لانه هو قلب اليهودي، بدينا معاه تمينا معاه تمينا معاه تمينا معاه حتى نطق، قالنا بلي انا مسلم، مسلم عاصي، كما مثلا العصاة تاع المسلمين بالنسبه للانسان، يعني تلقاه مسلم ويرتكب فواحش ويرتكب منكرات، هذا مسلم عاصي. نقول ما ننفوش عليه دائرة الإسلام، ما نقولوش خارج من الإسلام، ونقولوا مسلم عاصي. بالنسبة للجني كذلك أظهر باللي مسلم عاصي، لأنه كاين بعض الآيات القرآنية بدا يرتلها قبل ما نرتلها أنا، اللي قرر باللي دخل الإسلام وباللي راه في الإسلام وباللي راه مسلم وغير ذلك. من بعد تبات الحالة، بديت نقرا له نقرا له نقرا له، قال لي أنا حاب نتوب وحاب نولي الطريق إلى ذلك. بقينا معه حوالي واحد الربع ساعة ولا خمسة، واحنا معه يعني هذا مجموعة من الأوقات. لا أنا وحدي، يعني الأهل تاعو وأنا، يعني الزوج تاعها والأخ تاعو وأنا المتحدث. المهم بقينا معه، بقينا معه بالقرآن، بقيت معه بالقرآن نقرأ نقرأ، وهما شادين شادين المرأة هذيك. المهم حتى اقتنع على أساس إنه راح يتوب ويستغفر ويعاود يولي الطريق ويعفو على المرأة هذه ويخليها المهم كي تبنينا معه في الرقية، المهم كي اقتنعوا الاخر، احنا كي يدخل كي مثلا واحد يلتزم ويولي ملتزم كذا، يطلب لك يقول لك وين نروح، يعني الجني يطلب اذا كان دخل في الاسلام، سواء كان كافر ودخل في الاسلام او كان مسلم عاصي وتاب، يطلب لك يقول لك وين نروح، لانه يخاف على روحه، لانه يتحكم فيه السحر، والسحر هذا جاء عن طريق المشعوذ، وإذا يخاف المشاعر تكون يأديه بجني آخر يقتل، حتى يقتل يعني يسلط عليه جني واحد آخر يقتل يقتل. ولذا قلنا وين نروح، احنا نعرفوا بلي كاين عالم في السعودية، كاين علماء في السعودية من الجن راه مستقرين في السعودية، نبعثوا لها دائما، يعني لما ما عندناش اتصال بهم على كل حال، يعني ما درسنا في الكتب. هذا عالم من الإنس ولا عالم من الجن؟ عالم من الجن، يعني من بني جدتهم، ما احنا ماشي اتصلنا بهم ولا نتعاملوا معاهم، كل حال ما درسنا في الكتب، نعلم باللي كاين بحكم التجربه بحكم المناقشه مع الجن، يمكن نكونوا اثناء الرقيه بحكم الاخر، فهمنا باللي عندهم علماء في السعوديه، ما كان كي يدخل واحد في الاسلام ولا يتوب يعاود يولي الرشد تاعو، نبعثوه لهذا العالم باش يعلمو. تركنا رشيد وعدنا الى الشيخ ناجي لحضور عمليه استخراج جني. إن سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامدنا به ولن نشرك بربنا احدا، وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وان ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائقا
قددا، وأن ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه حدا، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اللي عنده المس يعود عنده تلمال، تلمال في يديه ولا في رجليه، ويبدا كاين اللي يبدا يزير في الجسم تاعو، وكاين اللي يبدا يتقي يبدا يخرج في القياده، راه مس ماهوش سحر كيعود يرقيلو. لا، من قوة القرآن كي يقعد يرقيلو الجن هذاك اللي يخرج، هذه حكايتها ماشي هذه مس ماشي وحكاية الاستفراق راهم يديروا حالة استفراق تاع الجن تاع السحر. حالة الاستفراق هذه كيعود الحال السحر جديد يشرب له الماء ويبدا يتغير. انت يقول مسح كيعود قديم لازم الوقت، لازم دائما يعني يمشي له ويتوزع له في الجسم، بعد 40 يوم يتوزع على الجسم. الحاله هذه اللي شفناها قلت لهم اللي ماكل سحر يعاود يرجع لعندك ويعاود يشرب، يشرب الماء ويدوش يستراح به فيه روح السحر وحده يخرج، يخرج في 3 ايام يخرج. قد يلجأ الرقاة للمصاب بمس الى ضربه لاستخراجه بالقوه، وبعض المصابين بالسحر يلجؤون لساحر لنزع السحر كحكاية رمزي. لازم يشوف شوية الضوء. قلت لكم بعد اللي تنفس نفس نفست شتي كيما يديروا في السبيطار لانيستي ما عندهمش هما امور هذه، وحدك تبدا تنصرع. هو كان حاط صبعتي هنايا في جبهتي، كان يقرا لك ماشي قران، قلت له ماشي قران ابسوليمو باسكو فهمتك بلي يخرجوا لك ديريكت بلي يقطع يقطعنا. من بعد وليت نعرفوا السيد انايا قال لك باسكو السحر المروكي واعر، هما هكذا يهضروا السحر المروكي واعر، ما كاش لي يقطعوا ابار هادو توارك تاع تاعنا ويقطعوا، يقول لك بلي ماشي قران ماشي كذا ماشي امور، ما تشوفي حتى كتاب ما تشوفي حتى. ذبح الجدي هذاك ذبحو، كان وش يقولوا له ليان هذاك قصعه هما دار الدم هذاك الداخل، وطريطون كان كيف طنت بديت نشوف عبك تكوني هكذا برا تخافي كواني اربع خطرات هنا في كرشي هنا كواني اربع خطرات يا اختي صدقيني بالله. انا تحبين نوري لك نوري لك عمليك مو عندها بزاف هادي هاي ليك هاي ليك الاخرى عمليك في اربعة هاي ليك الاخرى هنا حكم لي لوبات علي سطوما عاملك ها. وكنت توجع كي كان هو يدير لك بال يا اختي نكذب عليك، انا قلت لك الاعصاب تاعي وحدهم يبسو. يتعامل السحر مع الجني فيقومون باستحضاره بطرق مختلفة من بينها الرقص. فهذا الساحر باش الشيطان يخدمه ويطيعه لازم يقرب له اشياء يعبده يذبح له، والله سبحانه وتعالى امرنا ان نجعل الذبح لوجه الله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال تعالى فصل لربك وانحر. فهو يذبح لغير الله ويرتكب بعض الكبائر والمنكرات، بل ثبت عن بعض السحرة أنهم يكتبون القرآن الكريم بأمور غير طاهرة ويطؤون القرآن بأقدامهم، وعثر في بعض البلدان على بيت لبعض السحرة وعندهم مصاحف ممزقة ومصاحف ملطخة بالنجاسة، فهذا كله يفعله إرضاء لعدو الإنسان لإبليس، فإذا قدم له هذه الخدمة أعطاه خدمات. يدعون أنهم يعلمون علم الغيب لأنهم قاموا بتسخير الجن لخدمتهم ونقل أسرار الإنسان،
فهل يملك الجن هذه القدرة؟ وهل عالم الجن والعفاريت والأرواح الشريرة حقيقة تعيش بيننا؟ ما هو لغز البيوت المسكونة بالجن؟ اتجهنا إلى شارع الأمير عبد القادر بالعاصمة، يقع هناك فندق يقولون أنه مسكون بالأرواح الشريرة وبالجن. اقتربنا من العمارة المجاورة، طرقنا باب أحد الشقق المهجورة والمسكونة. ولعمي مصطفى حكاية رهيبة مع جنية الفندق وكيف حولت حياته وحياة أبنائه إلى جحيم. وقت القد يهجموا لهم، يهجموا ما سبعت يهجموا علينا احنا. كيفاش هجموا عليكم؟ اسكو يضربوكم؟ ماشي يضربونا، يضلوا معهم في الكلام، الكلام 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 يقولهم ما سيبورتي واش. وانا كما نقولوا كانوا بناتي هنايا، كي كانوا هذا الكلام هذاك ما يقدروش يحكيوه لي البنات لي انايا، فهمتي؟ بناتي ما يقدروش يحكيوه لي، مي محسوب ضروري بزاف البنات، حتى وين نجيبو في الطلبة، نجيبو في الإمام تاع الجامعة يرقينا هنا، يرقنا لحونا كامل. هذوك واش يقولوا له كاين تصاور لحومنا كامل، هذوك لي بوبي هذوك لحوهم كامل، عطوا يجيبوا هذاك اللي يرقي هذاك رقينا لهم. كنا نبخروا، درنا محسوب على مجهودنا كلش، بصح مازال الآن مازال. انا نجي من مارشي، كي نجي من مارشي محسوب باش ما نعذبهمش بزاف، ما نعذبهمش بزاف في الطابله، محسوب نستف لهم هذاك واش جبت لي الا فكان حطانهم في الطابله، ولا كيما نقولوا امر خضره ندير لهم في الفريجيدار، ولا سا ديبون واشنو. دي فوا ميم الحوت ولا هذاك نحطوهم في الكويزينه باش نقيوه. دي فوا تكون مع بنتي نسقم كيما نقولوا في الماكله هذيك الفاكهه حطوها للطون، لي تروح كيما نقولوا وحده من البنات تروح تغسل ذاك السردين هذاك ولا حاجه تنقيه، البون تعاود تجي تصيب ماهوش الفاكهه اللي شريت لي اللي تصيب، تصيب حاجه اخرى. ودي فوا نشوفوهم، خطرت نشوفوهم، بصح حنا كي نشوفوهم انت ما تشوفيش، تشوفي محسوب اللي تخرج عليه. انا واحد بليزيور فوا شفتهم، انت واحد محسوب بليزيور فوا. عندي خاوتي زوج خرجوا مهبل، يدخل زوج واحد هاو مات، واحد هاو مات، هما اللي وقت هما خاطر كل يوم معاه ما يخليوهش يرقد، الا راه حاشاك يتعشى راهم معاه يحبسوها له، الا راه حاشاك اللي دوبل في سي ما يطلقوهش. في زوج خاوة عندي، واحد أو مات، ومنهم ماشي من الحومة كامل تعرفو، ما كاش الحومة كامل يعرفو. وعندي الدوزيام كانتيك صغير سيت ان انستيتيتور يقري في المسجد، كان يقري خرجوه من عقلو، هاو مرمي في الزنقة أو ولا نهار كامل يهدر وحدو. هما كيشوفوه سيت اون فام، سيت اون فام على روب بلانش، مرا بروبا بيضا، شغل المرا كيدخل عروسها هاي، كي تشوفيها سيت اون فام avec une robe blanche. Mais elle est... هي جنية. هي جنية، هي كلش. مي ما تقدريش تربوشي قدامها. أنا تسمى تحت لوكازيون واحد كات فوا هكاك. واحد الكات فوا نتاعي محسوب. شوفها. واحد الكات فوا. وحكيت كاع لصحابي. صحابي في الزنقة ما كانش ما حكيت له شيء. ها هو صرا لي البارح. ليل وصرا لي البارح. ليل وصرا لي البارح. مي كي تشوفيها كي تروحي باش تروحي تقربي لعندها. ما تقدريش.
شغل كي تبي تحسي شغل كي لي انيمو انيمو يدير لك شغل ان باراج تقدري تافونتي مي ان باراج وين تقدري تجي تافونتي. سي بها في هادو علاش خاطر دي فوا كما نقولوا نديروا كاش ماكله واحد الطنجره هنا والاخرى هنايا اللي كانت هنا تجيب بها هنا واللي كانت هنا تجيب بها هنا المره تمد مخلخله تدخل مستشفى انت نسيت خاطر اللي كانت هنا تجي هنايا هادي كومبلي كاع كومبلي تنخدم في القاعه شغل واحد كما نقولوا فدها واحد كما نقولوا فدها كامل ورماها كامل في القاعه ماشي قال وحده وقال طحت كيما راهي كيما راهي هكا كومبليت نفد وتروح كاع في القاعه. طرقنا باب احد الجيران في الطابق الاعلى ففتحت الباب خالتي ذهبيه. ما راهو مسكر ما راهو والو لبس عليه وتاع مولاه ما راهوش تاع الدوله ما كاش الجنون حنا جنون عيبانهم ما الجنون لو دير ما فيه والو قلت لك ما كان يعني شحال عندكم انتم تسكنوا هنا؟ من نهار كان تاع الرومي احنا مسيسي نفوا احنا هنايا. انتقلنا بعدها إلى الدار المهجورة ببلوغين يقولون أنها مسكونة بالجن. يا ماشي مسكون ماشي مسكون ولي قالوا مسكون ابي ما زعما دمر كيفاه غادي مسكونات مسكونه ما عرفتش كيفاش يعني كيفاش حسيت بلي مسكونه يقولوا يا هضروا كيما انت سمعتي انا سمعت وبين الرقية والشعوذة تظهر عادات وتقاليد تهرب إليها الفتاة بحثاً عن الحظ السعيد. ضريح سيدي غبريني بمدينة شرشال الساحلية واحد من بين الأضرحة التي ترتادها الفتيات لتحقيق الأمان. اخترقت فيونسي مع واحد فاميلتي اسمها كانوا لي بروبليم بيناتنا شحال بيناتنا 3 شهور ما بانش علاج المشاكل العائلية هكا كي جيت تعرفي ما عيط لي ما هدر معايا والو وما ديك جيت نزور شعلت الشمع الوكيل هذاك دورهم لي وكانت حبيبتي معايا تضحك كيش كيما شعلت الشمعات كيما نويت وطلبت هكا بربي سيدي برا والدنيا وكلش ونخرج ونصيبو مي با 5 دقائق في العتبه تاع الوالي دهشت شحال الوحده دارت هكذا قعدت زوجتش وجات دارت هكذا ودات الحنه وجابت الشمع تجيب الحنه تحتها هنا وتدي الحنه. وللبنات حكاية تبدأ بالشمعة وتنتهي برمي 7 حجرات في البئر وقد تنتهي بوضع الحناء وتمني الأمنية. بسم الله الرحمن الرحيم ونويتي الحناء هذه والشمعات هذه بسم الله ولا اه
تسمى كل واحد واش ينوي، كل واحد واش يتمنى. وهذه الشموع هذه يبقاو شاعلين، يبقاو شاعلين حتى يطفاو. والحنا هذه كيف كيف تصيبي ناس هنا بنات ولا شاو تحبي يديروا معاك وتزربعيها على الضريح من العتبه تاقه تسمى قدام الشمع. فوالا بسم الله. وما نويتي وتدخلي لداخل تسمي كيف كيف دوري سبع خطرات على الضريح و وتواسي الحنة حسب في تحت ليزور الدنيا هكا اللي دارك لي الخطوبة دوكا قولي لي قبل ما تخطبي جيتي درتي هذه درت هذه فوالا درتها من قبل درتها نقول كنا سما صوار هكذا شغل نعندو فهمتي كيفاه فوالا لما هذاك شغل حني حني يا الحناية والحنا جبناها احنا والحنا جبناها احنا يربطها سيدي وخيي بالصحة عليك والهنا ولضريح سيدي عبد الرحمن نفس الطقوس يجوا عند ضريح تاع سيدي فليح كما كان بزاف ولاد بدو تقولوا يا سيدي فليح عطيني راجل صحيح ونجيب لك معروف مليح وهذه معناتها جمله وبدي يديروا مقصود تيسي روج معناتها شليقه حمراء بدو تروح. فماذا يقول المسؤول الاول عن الضريح؟ هذه الاعتقادات هذه احنا نحاربوها الاعتقادات هذه الاعتقادات الفاسده الداخله على على المجتمع. على ديننا وعلى هذا المجتمع وعلى الاعراف تاع هذا المجتمع. اتجهنا الى رئيس جمعيه العلماء المسلمين فما هو موقف الدين من هذه العادات؟ اولا يجب ان يعلم كل مواطن وخاصه المواطنات ان الميت هو الذي يحتاج الى الحي وليس العكس، بمعنى ان صاحب القبر الذي سكن هو الذي يحتاج الى المسلم كي يدعو له كي يطلب الله أن يسكنه الجنة، بمعنى أن ليس العكس كما نفعل الآن. إحنا تمشي البنت وهي مليئة بأفكار مشوهة وتحاول أن تسقط اهتماماتها وانشغالاتها على ميت لا حول له ولا قوة على أساس يجلب لها الزواج ويجلب لها الحظ ويجلب لها كذا، وهذا يفسد العقيدة ويفسد الأخلاق ويفسد الإيمان الصحيح في عقل الإنسان المسلم. ولذلك إذا دعوت فادع الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نتوجه إلى بناتنا وإلى أخواتنا وإلى أمهاتنا أيضا، نتوجه إليهم بالنصح ونقول لهم إنه لو اجتمعت الأمة بكاملها على أن تنفعك بشيء لم يكتبه الله لك لن تنفعك بهذا الشيء، ولو اجتمعت أيضا على أن تضعك بشيء لم يكتبه الله لك لن يضعك شيء. وبالتالي الاستعانة بالله والتعوذ بالله من الشيطان والدعاء من الله بالنافلة بالصلوات بالصدقات هذه هي التي تنفع المؤمن والمؤمنة حقا. عندما خرجت من ضريح سيدي عبد الرحمن سلمتني إحدى الفتيات قطعة القماش هذه على أنها تجلب لي الحظ السعيد، لكن لا الأضرحة ولا القبور بإمكانها أن تغير شيئا من مشيئة الله، مثلما لا السحرة ولا المشعوذون بإمكانهم معرفة الغيب، فلو كانوا يعلمون بذلك لعلموا بأمري وبأني كنت أضع آلة تصوير خفية. السحر حقيقة لكنه لا يؤذي إلا بمشيئة الله عز وجل، مصداقا لقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. في أمان الله وفي حفظه ورعايته. إلى اللقاء.